تشتم؟ لا انا هجيب امك يا خطيب الماتش الجاي واحكي قصه ماجده بتاع عين شمس. مش أنا كمان. قبل أن تحاسبوا حاسبوا أنفسكم وكفاكم الزواجية. جمهور الأهلي انتفض واستاء جدا من تصرف مسؤولي الإسماعيلي مع الطفل الناشئ اللي كان لابس تيشيرت الأهلي ودخل بيه للاختبارات. فعلا التعصب وحش وليكم حق أنك تنتقدوا هذا التصرف، خاصة أنه ده طفل ناشئ ما يعرفش ليه بتوع الإسماعيلية عملوا ليه كده واللي حصل معهم طول السنين اللي فاتت بسبب سيطرة النفوذ والفلوس. ولكن يا جمهور الأهلي أنتم من فترة كنتم مؤيدين وفرحانين ومستهين برضو بإقالة مراسل في القناة الأهلية لمجرد أنه انتشت له صور قديمة وهو لابس تيشيرت الزمن الزمالك، وساعتها هجمته وطلبته بيقطع عيشه من القناة مع أنه راجل بقوم بشغله وفاتح بيته ومع ذلك اطرد من القناة. للأسف ده صور التعصب اللي خلتكم تشوفوا أي شيء غلط يبقى مبرر ليكم. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. أول تصريح من سيد عبد الحفيظ عن اتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي والزمالك. يسارع مسؤول النادي الأهلي الزمالك لإنهاء الاتفاق مع المدير الفني الأجنبي الجديد والذي سيخلف الجنوب أفريقي بوتسو موسيماني المدير الفني السابق والذي رحل عن الفريق الأحمر خلال الأيام الماضية لوجود خلافات فنية مع الإدارة الحمراء. وعقد مسؤول الأهلي أكثر من اجتماع على طريقة زوم ميتينج مع أكثر مدرب عالمي منهم ريو فيتوريا، لكن خلافات المادية وقفت عائقا أمام تولي أي منهم. وأكد مصدر داخل إدارة الأهلي أن هناك مدربا نال إعجاب إدارة القلعة الحمراء وفي نفس الوقت هناك اضطراب في وجهات النظر. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. من سيفوز بالدوري المصري؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.